طيب لو حد جاله مره هل بيجي له تاني؟ للناس ولا ليك؟ عشان احنا قلنا نشيل منا على جنب. لا المفروض ان هو لا ما بيجيلوش تاني، هي بتبقى مره وبياخد منها مناعه ما بيجيلوش تاني. طب هل في حاجه تانية مشابهه ليه يعني قد تتخيل مثلا هي كانت بتقول لك قبل الهوا ان هي جالها مره واثنين وثلاثه؟ ده كان بره الهوا احنا فجاه ضمع معانا كلنا كده. ممكن تكون يعني يكون مرض تاني مثلا مشابه، اعراض مشابهه او كده. دي حقيقه، دي حقيقه ان احنا ممكن يكون في بعض الفيروسات التانية، وفي جزء كبير كده في الامراض الجلديه عندنا طب الفيروسات اللي ليها كمان يعني اعراض جلديه، فيظهر حبوب بس ما تكونش نتيجه الجديري المائي. في حاجات كتير قوي، في متلازمه اليد والقدم، في حساسيه حشريه ممكن تعمل، في بعض الاطفال بيجي لها حساسيه بتبقى عندهم جلدهم كله حبوب بس بتبقى مواصفات تانية. بس سهل التفريق يا دكتور بين متلازمه اليد والقدم عن الجديري؟ ان دي بتبقى موجوده في اماكن أكيد محدده وبتظهر فين اول حاجه؟ بتظهر فين اول حاجه؟ التاريخ المرضي بتاعه، هل هو فعلا في حاجه في بقه ولا لا، في عينه ولا لا بالظبط. فاعتقد بتبقى سهل التفرقه بينهم بالزبط. بالنسبه بالظبط للطبيب، لكن للامهات في البيت بتتعامل على طول على انه كله هي هتروح للدكتور. الحته الثانيه تفتح زور تبص فيه ده مش مظبوطه قوي، لان ممكن يكون في حاجه هتختلط عليها مش صح.